قبل جولة من إسدال الستار على رابطة الهواة بمجموعتيها، ملعب محمد بن سعيد بمستغانم شهد عودة الترجي إلى حظيرة القسم الأول بعد ربع قرن من الغياب، مستفيدا من فوزه برباعية كاملة على ضيفه جمعية وهران ليحسم الصدارة بفارق 5 نقاط عن ملاحقه رائد القبة. أهداف المباراة افتتحها اللاعب دعبيش بعد 15 دقيقة من بداية اللقاء، فيما ضيع الضيوف ركلة جزاء قبل نهاية المرحلة الأولى. المرحلة الثانية ضغط فيها أشبال المدرب رضا بندريس ليضيف الهدف الثاني عن طريق ذات اللاعب عند الدقيقة 77، 2-0 حررا هجوم الفريق أكثر، ليضيف الهدف الثالث عن طريق البديل عمار بوغطايا وسط فرحة كبيرة من الجماهير الغفيرة الحاضرة فوق المدرجات. مهرجان الأهداف اختتمه اللاعب دحماني في آخر أنفاس اللقاء ليعيد الأفراح لجماهير الترجي المستغانمي وينسيهم حسرة ضياع الصعود في آخر جولة من الموسم المنقضي.